مرحب بكم مجددا اليوم، واليوم معنا هذا العود الجميل زي ما احنا ملاحظين. مواصفات هذا العود: الوجه من السبروس السويدي، وبالنسبة للرقمة هي أو المضرب من خشب الورد، بالنسبة للظهر من خشب البدوك اللي هو خشب الورد، طبعا يقال له أنه هو نفسه خشب الورد لكن اسمه العلمي هو البدوك الفرنسي، طبعا بدوك فرنسي. بالنسبة للمفاتيح هي من الأبانوس، بالنسبة للمسطرة كذلك من الأبانوس، الأوتار من البيراميد الألماني. دائما احنا ناخذين 5 أوتار، طبعا ممكن ينضاف السادس. خلينا نسمع صوت هذا العود ونستمتع فيه اليوم. جميل جميل جميل. مثلاً كل شيء على بهات الله، ملمس كثير ناعم يا جماعة، كثير الدوسة ما شاء الله غافية وجميل. شو Thank you.
الاختبارات الصوتية المختلفة. نجري على الاختبار الأخير بجي على كل الأعواد والعزف على الفينجر بورد كامل. نبدأ. بالمناسبة الوتر الأخير كنت بدوز 100 أنا في هذا العود يعني في هذا العزف حتى يعطيني شوي هيك رخام أكثر. حاولوا جربوها اعملوا الوتر الأخير 100 واعزفوا راح يعطيكم جو مختلف شوي بالعزف يعطيكم مساحة أكثر يعني شوية بتصير تقدر تعزف بياتي 100 مثلاً من أو كورد 100 إلى آخره أو حجاز زي ما بدكم تمام. تمنياتي بالتوفيق للجميع ونلقاكم على خير. إلى اللقاء.